قراءة في كتاب رحلة ابن فضلان والتواصل الحضاري والثقافي للدكتورة خولة شخاترة. الدكتورة خولة شخاترة كاتبة أردنية حاصلة على الدكتوراه في الأدب والنقد. أشارت الكاتبة إلى ما يسمى أدب الرحلة الذي زخر به التراث العربي على يد مجموعة من الأدباء والقاصين المبدعين. تناولت الكاتبة تفاصيل الرحلة التي قام بها الجغرافي والمفكر أحمد ابن فضلان. يدرس الكتاب خطاب الرحلة بوصفها نصاً أدبياً خالصاً. كتاب اليوم رحلة ابن فضلان. لماذا رحلة ابن فضلان وقد كتب عنه الكثير؟ لا بل أحصى عبد النبي الصيف آلاف من الببليوغرافيا التي كتبت باللغات الإنجليزية والفرنسية واللغات الأخرى عدا العربية لغاية 1971. هذه الكتابات الكثيرة حول هذه الرحلة تدل على أهمية هذه الرحلة. لكن لماذا أنا ألفت الآن أو كتبت الآن هذا الكتاب؟ فكرة الأساسية كانت في ذهني بحدود 2007 حين بث مسلسل سقف العالم، وفيه إشارة إلى أن ابن فضلان وصل بلاد اسكندنافيا وزار الدنمارك، وبتعرفوا أنه هذا المسلسل جاء رد على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام دفعني للاستزادة حول هذا الموضوع، خاصة أن المؤلف يقول بأنه عاد إلى الفيلم المحارب الثالث عشر والذي يعود والمستمد من رواية أكلة الموتى لكريكتون. السؤال لماذا لم يعد إلى رحلة ابن فضلان الأصلية؟ عدد من الأصدقاء يعني بحوارات معينة سألني عن مدى التطابق بين رحلة ابن فضلان وبين المسلسل. هذه الفكرة ظلت في ذهني والفضول دفعني أكثر وأكثر للبحث في هذا، إلى أن يعني أقيم معرض عمان الدولي للكتاب، ومن محاسن الصدف كان عندي يعني كتب تحت عنوانات ثلاث أو موضوعات كبرى اللي هي السيرة والتصوف والرحلات عدا عن كتب الرواية التي أهتم بها. من بين هذه الكتب كان رحلة ابن فضلان بتحقيق شاكر لعيبي، وشاكر لعيبي ليس أول من حققها، إنما سبقه الدكتور سامي الدروبي، وهو الذي عاد إلى مخطط أو مخطوطة مشهد في إيران وأخرج لنا هذا الكتاب. هدفي من هذا الكتاب هو يعني في هذه المرحلة بعد أن شاهدت هذا المسلسل بأن الإثبات بأن ابن فضلان لم يزر بلاد الدنمارك. الآن هل هذا يقلل من أهمية الرحلة؟ بالتأكيد لا. ما نريد أن نقوله بأن علينا أن نعود إلى النسخة التاريخية من هذا الكتاب، لأن كثير من الباحثين وليس كريكتون فقط إنما الباحثين عرب وأكاديميين توهموا بأن ما كتبه كريكتون وهو رواية فيكشن ثم فيما بعد تحول إلى مسلسل وليس نصا تاريخيا، جعل من ابن فضلان بطلا لرحلة قام بها إلى العالم القديم، ثم تجاوز الرحلة المرسومة له إلى بلاد اسكندنافيا وأصبح المحارب رقم 13 وذاب بالحضارة الأوروبية ولم يعد إلى بغداد التي خرج منها. هذا بالتأكيد شيء غير صحيح على الإطلاق، وهذه الفكرة هي التي يعني أردت أن أثبتها هنا. الغريب أن الباحثين العرب حين التقطوا هذه الفكرة توهموا بأن كريكتون يريد أن يسد النقص برحلة ابن فضلان، لأن ما وصل إلينا هو رحلة الذهاب ولم تصل إلينا رحلة الإياب، فاعتقدوا خطأ أن كريكتون يتحدث عن رحلة الإياب، لكن كريكتون لا يقول أنه عاد، يقول بأنه ذاب بالحضارة الغربية. هذه يعني أهم
فكرة راودتني وحاولت أن أثبتها في هذا الكتاب. الآن هل أهمية هذه الرحلة بعيداً عن بلاد اسكندنافيا، بعيداً عن الدنمارك، هذه الرحلة مهمة للغاية، لأنه يعني هي أقدم رحلة لرحالة زار هذه البلاد اللي هي الترك والصقالبة والروس. الآن كنار وهو باحث يعني ومستشرق يقول بأن هذه الرحلة سدت ثغرة في تاريخ الإنسانية، لأنها تتحدث عن مرحلة مجهولة في تاريخ روسيا لم يعرفها أحد، عرفها العرب وكتب عنها في حين كانت مجهولة بالنسبة للأوروبيين. لهذا السبب حظيت بهذا الاهتمام وآلاف الكتب عنها، مع الإشارة إلى أن رحلة ابن فضلان يعني عرفت بالخمسينيات تقريبا ظهرت، لكن كان اسم ابن فضلان معروف عن طريق ياقوت الحموي. يعني ياقوت الحموي نقل صفحات كثيرة من أحمد ابن فضلان، ولا نعرف من ابن فضلان إلى أن اكتشف سامي الدروبي مخطوطة مشهد وكتب حول هذا الكتاب. المحور الثاني اللي هو ظروف تسيير الرحلة وعلاقتها بالنظام العالمي إذا جاز التعبير في ذلك الوقت. هذه الرحلة لم تكن صدفة وليست عابرة، لكن الخلافة في ذلك الوقت استغلتها من أجل أن ترسل صورة للخارج وصورة للداخل. هذه الرحلة حدثت زمن المقتدر بال 309 للهجرة، بحدود 921-922 ميلادي. والمعروف عن المقتدر من الخلفاء الضعفاء، كانت تسيطر عليه والدته وخالته وقهرمانته، وليس له من الأمر شيئا، وكل الرجال المحيطين به أثروا من خلال علاقتهم بهذا الخليفة. هل خليفة بهذا الشكل مهتم برحلة؟ الحقيقة أن الخلافة عموما كمؤسسة واسم له هيبة في ذلك الوقت كانت محاطة بعدد كبير من رجالات الدولة، أشبه بين قوسين بالمؤسسات، هي التي تقوم بما ييسر أمور الدولة بعيداً عن الخليفة في بعض الأحيان. جاءت رسالة من ملك الصقالبة اسمه ألمش بن يلدوار يطلب دعماً من الخلافة. ملك الصقالبة لا يعنيه الخلافات داخل المملكة أو داخل الخلافة، هو يسمع عن الخلافة بكل ما تحمله من سمات القوة والهيبة، والمقتدر كان إمبراطور على مناطق مترامية الأطراف، وتدين له الدول والملوك بالولاء، وأحيانا يدفعون له الجزية. طلب بهذه الرسالة، وهي رسالة مقتضبة وقصيرة، بناء منبر وقلعة ومن يفقهون الناس بالدين. هذه الرحلة تلقفتها الدولة الخلافة بين قوسين حتى تعطي رسالة للخارج كما قلنا والداخل. لماذا للداخل والخارج؟ للداخل بهذه اللحظة بالذات كان الخلاف حول الحلاج ومقتله، وأثيرت حوله كثير لأنه تأثير وصل إلى القصر لوالدة الخليفة. الشيء الآخر، هناك ظروف داخلية في ضعف داخل الخلافة، يعني في كان تذمر، والدليل أنه خلع المقتدر أول مرة وخلع مرة ثانية وكانت فيها مقتله. الشيء الثاني أو الثالث، هناك تحضيرات لإعلان خلافة بالأندلس. إعلان خلافة بالأندلس هذا يعني تحدي واضح للسلطة في بغداد وتكريس لسلطة لها في الأندلس. فتأتي رسالة بهذا الشكل فتعطي تطمينات للداخل والخارج بأن الخلافة ما زالت قوية ولديها القدرة على أن يعني تحكم الداخل والخارج، والدليل هؤلاء الملوك يخطبون ود الخلافة. فجهز وخصوصا الوزير حامد بن العباس هذه الرحلة رغم الظروف الكثيرة والأخذ والرد والتساؤلات حول ذهابها، وخصوصا منطقة غير معروفة في ذلك الوقت.
فحدث يعني القرار النهائي. السؤال لماذا يعني أو ما علاقتها بالنظام العالمي؟ كما قلت قبل قليل، دولة الصقالبة كانت تعاني من خطر مملكة الخزر، وكانت يهودية في ذلك الوقت، وملك الخزر كان لديه القدرة على حجز الأمراء من الممالك المختلفة، تزوج النساء، أن يتزوج النساء دون يعني معرفة أو رغما عن الملوك أو الأمراء، وابن ملك الصقالبة كان أسيرا عنده، فبالتالي أراد حلف عسكري إذا جاز التعبير، لكنه مغلف بإطار ثقافي حضاري ديني، فهو لم يطلب سلطة ولم يطلب جيشا من الخلافة، إنما أراد كما يقال بأنه يعني تصبح مملكته بحماية الخلافة ذات السمعة. لهذا السبب غلف هذا الطلب بطلب ثقافي حضاري سياسي ديني، وكانت الرحلة في غاية السرية، قلة من الذين عرفوا بهذه والدليل بهذه الرحلة، والدليل أنهم حين كان مسار الرحلة من خراسان، السلطان الأجل في ذلك الوقت، والمعروف أنه هو الرسائل تأتي عن طريقه، لم يعلم بهذه الرحلة. أيضا الأمراء الأربعة الأقوياء المقربين من ملك الصقالب لم يعرفوا بهذا. أغلب الرسل أو المناطق التي زاروها قالوا لم نسمع بهذا من قبل، نحن ولا آبائنا. الدليل هذا إشارة من داخل النص بأن هذه أول رحلة إلى هذه المناطق، مناطق غير معروفة، وبالتالي دخل إليها الرحالة العرب. الشيء الثاني، هناك خوف من الخزر كان أن يسبقوا أو يقوموا بحركة استباقية ويتصلوا مع دولة الخلافة، وبالتالي تصبح مملكة الصقالبة بعين الخطر. يعني إذا بالصقالبة بالأحوال العادية يهددون ويشكلون تهديدا قويا ضد مملكة الصقالبة، فما بالك إذا استجاشوا إذا جاز التعبير، أو إذا كان هناك تحالف بينهم وبين بين الخزر والمسلمين، ستصبح يعني خبرا عاجلا كما يقال، وبالتالي ستصبح في عين الخطر أو في عين العاصفة. في إشارة أيضا سابقة بأن ابن المنجم سلام المنجم بتكليف من الواثق وقبل ابن فضلان كان قد زار بلاد الخزر، يعني مخاوف الصقالبة كان لها ما يبررها، فقاموا بهذه الحركة الاستباقية كي يمنعوا الخزر من التواصل مع مملكة الخلافة. بعض الباحثين العرب أرادوا أن يقللوا من ابن فضلان، ويشيروا إلى أن ابن فضلان مجرد مرشد ديني أو يعني وليس مجرد يعني حامل لرسالة. ابن فضلان فعليا كان سفيرا، ربما هناك تشابه بينه وبين رفاعة الطهطاوي من حيث المهمة التي حملها، لكن إضافة إلى هذا مسألة الإرشاد الديني، هو كان سفيرا يحمل رسالة من الخليفة. الدليل على هذا ومن داخل الرسالة إشارات كثيرة، حين نصبت القباب التركية من أجل استقبال حافل له، أيضا استقبال آخر حين قرأ كتاب الخليفة أمام ملك الصقالبة وبحضور زوجته وبحضور الأمراء والمأدبة التي أقيمت، هذه المراسيم الفخمة طبعا أولا احتفاء بهذا السفير، ولو لم يكن سفيرا لو كان موظفا عاديا لما أقيم له هذا. الشيء الآخر هي احتفاء بالخلافة نفسها، الدليل أن الملك وكل الأمراء كانوا وقوفا حين قرأت رسالة الخليفة المقتدر. أيضا في كانت هناك مشكلة مالية، وهذه عانى منها ابن فضلان، أن الخليفة قدر مبلغ من المال كي يصل إلى ملك الصقالب، ولكن المبلغ لم يصل. المسائل المالية عندنا العرب من زمان عليها علامات استفهام.
فهو الذي طالبه بالمال الوحيد من كل البعثة. لو لم يكن سفيرا ومسؤولا وله الرأي لما طالبه بهذا، وأقرب ما يكون كلام ملك الصقالب وكأنه قدم رسالة احتجاج لهذا السفير على ما حدث، ربما سوء فهم، سوء إدارة، اختلاس مالي، لا يعني له أسباب الكثيرة. فطالب ابن فضلان بهذه الأموال دلالة على أن ابن فضلان كان سفيرا ولم يكن مرشدا دينيا. صحيح كان يقدم بعض الآراء في ذلك الوقت، يعني لأنه كان يبدو أقلية مسلمة في بلاد الصقالبة، وهذه يعني كانت نتيجة ليست فتوحات حقيقية إنما عن طريق التجار والتعاملات الرسمية. في نقطة متعلقة برحلة حين نتحدث بلاد الترك والروس والصقالبة، هذه المنطقة التي زارها هي تسمى كانت منطقة البلغار، والمقصود ليست بلغاريا الحالية إنما المقصود بلاد الروس والمناطق المحيطة حول نهر الفولغا. هذه المناطق هي التي انتقل إليها ابن فضلان. في كلام شائع ومتداول، يعني وقبل شهر حضرت فيديو موجه للأطفال إلى آخره للحديث عن الفايكونغ، بأنه قابل ابن فضلان قابل الفايكونغ إلى آخره. الفايكونغ لم يكونوا في الفايكونغ سلالة إذا جاز التعبير، عرق، وأقاموا ممالك كثيرة. هل يعني ابن فضلان زار كل هذه الممالك؟ كلام يعني غير منطقي. والروس المتحدث عنهم هنا من السلاف يعني وليس من الفايكونغ، وهذه يعني للأسف سمعنا هذا من كريكتون ونقلنا عن كريكتون لكننا لم نعد إلى الرسالة الحقيقية. أنا عدت لتحقيق شاكر لعيبي واستأنست بكلام سامي الدروب اللي هو أقدم من هذه، لكن هذه فيها مقدمة شافية وافية وفيها يعني بعض الإضافات. في نقطة يعني حاولت أشير إليها في هذا الكتاب له علاقة بالتواصل الحضاري والثقافي. أنا انطلقت من مفهوم الحضارة اللي عالجه تيري إيجلتون وعلاقته بالثقافة، أنه الحضارة مفهوم واسع يشمل خصائص أخلاقية ومادية واجتماعية وسياسية وفكرية. والحقيقة كان التواصل يحدث بين هذه الدول بطرق متعددة، اللغة واحدة منها وليست هي الوحيدة، لأنه في اللغة لم تكن معروفة يعني للجميع، فكان عن طريق التبادل النقدي، مواثيق لحفظ البضائع، تنقل الأفراد، يعني في طرق كانت مبتكرة للتواصل بين هذه الشعوب. انطلاقا من مفهوم إيجلتون توقفت عند مجموعة من المزايا يعني أو الخصائص لهذه الشعوب اللي إلها علاقة بطقوس الزواج، المعتقدات الدينية، دفن الموتى، الأكل، التمريض إلى آخره. علينا يعني بالاعتماد على مفهوم إيجلتون علينا أن يعني نراعي ما كتبه ابن فضلان. كان ينطلق من مبدأ التحضر وهو ينظر إلى الآخرين. ربما يعني بعض التعبيرات كانت فيها شيء من القسوة للشعوب الأخرى، لكن هذه يمكن أن نفهمها ضمن السياق التي وردت فيه. والحديث عن أنه أغلب الرحالة العرب يصفون الآخر بالدونية والكفر، هذا الكلام ليس صحيحا. علينا أن نقرأ كل رحلة ونفهم السياق الذي ورد فيه. مثلا من الإشارات التي أشار إليها عن حضور المرأة، زي مثل ملكة زوجة ملك الصقالب التي حضرت الاحتفال، تحدث عن الاختلاط، قال إنه الاختلاط في هذه البلاد حاصل لكن الزنا غير معروف. وأشار في كثير من الأحيان إنه يعني حتى الصقالب اللي أقلية المسلمة وعدد كبير منهم إنه يستحمون بالأنهار وهم عراة، ومع ذلك يندر أن نسمع عن حالات زنا، وهو بالتالي يبدو أنه يفرق بين الجانب الأخلاقي والممارسة
أو السلوك أو بين المعتقد الديني والسلوك إلى آخره. وهذه لافتة بالنسبة لابن فضلان، ويقول أنه حاولت أنه أنهى هؤلاء عن هذا العمل، لكن يبدو أنها هذه عادة عند هذه الشعوب. هذا يشير إلى أنه لم يقل عن هؤلاء بأنهم يعني بلا أخلاق، ولم يقل بأن هؤلاء لأنهم كفرة، ولم يقل بأن هؤلاء يعني ليس لديهم أخلاق، لا، وصف كما شاهد. والجيد عند ابن فضلان بهذه المشاهدات التي رواها عموما من جانب موضوعي، وبنفس الوقت لم يدخل لا بجدل ديني ولا سياسي، لأنه يعلم أنه المشاعر السلبية أو العدائية تجاه هذه الرحلة سيعيق عمل الرحلة. هو كان يركز على إنفاذ مهمته، واللي هي سفارية بالأساس ودبلوماسية بالأساس، أما الجدل الديني يمكن أن يكون له مكان آخر. طبعا في هون إشارة إلى دفن الموتى، وخصوصا الروس الذين يحرقون الموتى. ففي من الجدل الذي يعني دار بينه وبين أحد الروس، وشاهد عملية حرق لأحد الموتى وهو من يعني العظماء في ذلك الوقت، قال أنتم العرب، ولم يقل مسلمين، وهذه كثيرا ما تتكرر، أنتم العرب حمقى، تضعون موتاكم في التراب ثم يأكل الدود إلى آخره، نحن نحب موتانا فنحرقه مباشرة، ندخل إلى الجنة ولا يمكن لنا أن ننتظر أن تتحلل الجثة بعد ذلك. يعني سمع بهذا ابن فضلان ولم يعني يشر لا بالسلب ولا بالإيجاب، إنما كان بهمه أنه يصف بدقة عملية الدفن، وهي عملية دقيقة جدا ذات مراسيم طويلة عريضة، وأخذت بحدود 3 أو 4 صفحات من هذه الرسالة. بعيدا عن كل هذا، هذه الرسالة يعني يمكن لنا أن ندرسها دراسة أدبية يعني. والفصل الأخير أنا توقفت عند رسالة ابن فضلان بوصفها نصا أدبيا، عدا عما قدمته من معارف ومعلومات، وعلى الرغم من أهميتها السياسية والاقتصادية إلى آخره، هذه الرسالة حين درستها قسمتها إلى قسمين، حكاية إطار وحكاية مضمنة. رسالة ملك الصقالبة اللي فيها دعوة إلى وطلب من الخليفة في بغداد إنه بناء منبر وقلعة ومرشد ديني إلى آخره، هذه شكلت حكاية إطار، داخلها كل رحلة ابن فضلان بما فيها من متاعب ومصاعب ومخاطر الطريق والصعوبات التي واجهته، والمواقف الكثيرة التي عرضت ابن فضلان للخطر بكل ما تعني الكلمة من معنى هو وبعثته. هذه الحكاية المضمنة داخلها أيضا حكايات صغرى، يعني فيها إشارة إلى ما عايشه ابن فضلان من مناخات جديدة، عوالم لم يعهدها، أمم وقبائل، خصوصا حين وقع بقبضة الأمراء الأربعة وكان مصيرهم للمجهول، يعني هاي اللحظات القلق والخوف والتردد إلى أن أفرجوا عنهم قبل أن يصلوا إلى بلاد الصقالبة. كل هذا ظهر في هذه الرحلة بجانب أدبي، مع العلم أنه ابن فضلان لم نسمع أو لم يصل إلينا نتاج آخر، يعني حتى نسوي دراسة موازنة بين ما كتبوا وبين هذه الرحلة، لكن هذه الرحلة يمكن أيضا دراستها دراسة أدبية. وأفردت الفصل الأخير من كتابي هذا حول الخطاب في رحلة ابن فضلان، في رسالة ابن فضلان التي تسرد الرحلة. هذا تقريبا يعني المعالم الكبرى لما أو يعني مقاربة إذا جاز التعبير لرسالة ابن فضلان في هذا الكتاب.